بعد شوي مع رندا فهد رح نحكي عن الدرة، ومن بعد بالانس لكم موعد مع مارك بيروتي وإيكو. اليوم موضوعنا عن الخرمة أو الكاكي، واليوم كمان عندنا بيتس، واليوم الديسير كروناتس. ولتحضير هالديسير المطلوب كتير هالأيام بيلزمكم طحين، سكر، ملح، بيض، خميرة، حليب، زبدة، فانيلا بيستري كريم، شوكولات بيستري كريم، شوكولات غليز، فانيلا غليز، وكمان زيت الزبيب. هاو هن مقادير اليوم مشاهدينا، واكيد بنختم فقراتنا مع جوزيف صايغ وكوكتيل. وقفة بنرجع بننتقل لعند رندا فهد ببالانس. رجع لكم مشاهدينا، حنوعدكم مع كوكينج، واليوم معنا مثل كل يوم سبت شارل عزار، فور سيزونز هوتيل بيروت. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ الحمد لله. اليوم بدنا نعمل شيء بين الكروسان والدوناتس. مزبوط. قلت لي على بكره تلفنت لك، قلت لك كيف بيلفسوا هيدا الشيء، لانه انا مش سامع فيه. مزبوط. بعد هو هذا برودوي جديد، برودوي جديد واخذ رحجه كبيره بنيويورك. نيويورك وصارت هلا عالميه. عالميه. وبلبنان انت بلشت فيها بالفور سيزونز. نحن من الاوائل، يمكن يكون في حدا ثاني ما بدنا نقول انه نحن هذا، بس نحن من الاوائل اللي بلشنا فيها. هي هذا البرودوي بلش بنيويورك، اسمه كرونات. كرونات هي كرواسون ودوناتس. سو هو هيدا البرودوي بلش تقريبا بشهر ماي 2013، وهلا تقريبا العالم كله اخترعوا. اسمه دومينيك انسيل، واحد شيف فرنساوي عنده بيكري بنيويورك، هو بلش فيها اول شيء، وبلشت تنتشر لانه لقيوا انه العالم واقفين عنده بالصف. يعني اذا هلا مثلا بتفوت على الجوجل بتشوفه بسبع ثواني او ثمان ثواني بينحكى عن هذا البرودوي حوالي مليون و200 الف بسبع ثواني يعني، وبينعد يمكن هيدا اول ديسير بينحكى فيه عالميا بهالسرعه. يعني بفتره اربع اشهر او خمس اشهر بلش ينحكى فيه بهالقوه، وبلش الكل انه عم ببلش يجرب يعمله. ديجا بنعرف انه الدوناتس مقليين، وبنعرف انه في كتير زبده بالكواسون. مزبوط. يعني هالمزيج بومب، يعني هي كالوري وايز. هي صحيح، هي بومب بالكالوري، بس هي الشطاره كيف بدها تنعمل العجينه بطريقه ما تطلع مزيتة. لانه انا كل شيء مزيت ما صح. بحبه. نحن اشتغلنا عليها تقريبا شي شهر ونص للرسات لتطلع مزبوطه. وفي لها تكنيك هلا نحن عم نشتغلها، ما بلش نحكي عن تكنيك طريقه القلي كمان كيف بنعملها. وكنت عم تقلي مش زيت نباتي العادي اللي نحن بنعرفهم. نحن عم نستعمل زيت ويل دو بيبان دو ريزان، يعني بذرة شو بيقولوا لها، العنب. العنب او الزبيب. العنب. العنب. لانه الزبيب في عمرات ما بيكون له بذرة. اكزاكتلي. اوكي، رح بلش انا اول شيء بالعجينة. طحين، هي مؤلفة من طحين، حليب، خميرة، ملح، سكر. خميرة فورية. فورية. أوكي. هلا فينا نعملها بالخميرة الفريش. أوكي. بس أنه. أهون. للبيت. هلا أنا عندنا منه. هلا أنا بالأوتيل بالفور سيزونز أنا بعملها بالخميرة الفريش. بس. بالبيوت ما عندنا. بالبيوت لأنه ما في الخميرة الفريش، رح نعملها بالخميرة. نروح على الفرن ناخذهم وهيدا. أوكي. رح بلش أول شيء، رح حط الطحين بقلب المكنة. ملاحظة في مرة عملت أنا كرواسان معك، تتذكري؟ قلت لك نو واي أعمل كرواسان بالبيت.
كذا طق ورجعنا حطينا ورابع مره خامس مره سادس مره مزبوط. صح هلا رح نعملها رح نعمل نفس الشيء لانه هي التكنيك مثل الكرواسان اوكي نطويهم كذا صح رح نعملها رح نعملها تروا تور سامبل هلا بنشرح شو هو التور سامبل هلا حطيت الطحين الخميره سكر والملح ليه منحط ملح الملح بتعطي طعم الى ليك شو رح يمرقوا اها هاي هي شفتي كيف بتطلع فاتيه شيف شو اسمه يلي اخترعه دومينيك انسل انسل دومينيك انسل هيك بدها تطلع الصوره اي يلي وهيك بدنا تطلع معنا اكيد هلا هو هلا هو الكرونات هي تريد مارك يعني تسجلت ممنوع حدا يسميها كرونات صار في كثير هلا عم بيسموها غير تسميات في منهم عم بيلعبوا بالحق على الاحرف لانه هو ايده ما بده حدا يستعمل هذا الاسم اكيد حقه يعني اخترع شغله هلا اني تايم نجي على الفور سيزونز فينا ناكل الكرونات نحن الكرونات عم نعملها كل يوم منحطها من الساعة 2 للساعة 4 هي طيبة انه تكون فريش يعني من 2 للأربعة هي هيدي الديوريه تبعيتها تكون منيحة اكثر من هيك بطل طيبة اوكي من 2 للأربعة لازم نجي نلعبكم وانتم شو سميتوها؟ نحن بعدنا مسمينها كرونات بس انه رح نلاقي لها غير تسمية اوكي شال نوت اوكي حطينا الحليب عم تخفقها على مهل صح على مهلنا اوكي هلا رح اتركها هي هون العجينه لوحدها تنعجن رح بلش انا هلا بالعجينه اعمل لها التوراج هلا نحن بدنا نعتبر انه لانه هي العجينه هيدي لازم ترتاح لازم لها بس نعملها لازم لها اتليست 4 ساعات ترتاح لنحط فيها الزبده سو انا هلا رح اجيب العجينه اللي انا عاملها من قبل وبلش الشغل فيها هيدا هو دومينيك هيدا هو واو بدنا ناكل شيء طيب كثير ها كرونات فيكرز اوكي هلا رح فرجي هون المشاهدين انه ما رح بلش الا بس يصيروا معنا هون لحتى يشوفوا يعني من الاول كيف رح نرجع على الاستوديو اوكي هون اول شيء هاي العجينه اللي عم نعجنها نحن على المكنه بدنا نعتبر انه هيدي هي لانه هيديك هلا العجينه بدها ترتاح هيدي هلا هاي العجينه مرتاحه هيدي العجينه مرتاحه اربع ساعات اوكي شفتي كيف مرتاحه مزبوط بتمد ايه نشوف هون اذا خلصت رح حط لها هلا هون الزبده واو كميات نهار الاحد كمان بتعملوا كل يوم كل يوم كل يوم اوكي بنشدها هيك شوي صغيره بنقربها لهون بنسكرها نفس تكنيك الكرواسان بس انا بحب ذكر وقول للمشاهدين هي منا عجينة كرواسان عادية 100% هي تكنيك الكرواسان بس منا عجينة الكرواسان يعني إذا واحد بيجيب هلا عجينة الكرواسان وبيعملها بتطلع لأنه بتطلع معه بس ما بتطلع الطعمة كتير طيبة وبتطلع مزيدة سو لازم تنعمل بهالطريقة هيدي الرسالة كتير مهمة اشتغلت عليها كل هالزبدة واو ايه كمية كبيرة اوكي هلا منرقها بهالطريقة الكرواسون كمان عم بيحطوا هالقد زبدة ما هي؟ ايه
بعد الكرواسون يمكن تاخذ شوي اكثر بعد. شفتي كيف؟ مديناها اختفوا الزبدة. هلا الزبدة فاتت بقلبها للعجينة. هلا نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نسكرها. 1 1 2 2. اوكي خليها ترتاح. هلا هي بدنا نخليها ترتاح ساعة. سو انا رح احطها هون. هيدي البروسيدور لبكره. اوكي هلا هون عندها العجينه يلي هلا انا اشتغلتها قبل شوي، بس تطلع هيك. شو هيدي لازم هلا ترتاح. انا ما بقى رح استعملها هيك 4 ساعات. انا ما رح استعملها لانه استعملت هيديك، لانه هلا هيدي اذا بتحطي لها زبده وبدك تحطيها وترقيها بتخزق. لحطها على جنب. رح استعمل هلا وحده انا عامل لها دور يلي هو اللي عملناه هلا، بس انه مرتاحه نحن ساعه. رح فرجي انه نرجع نعمل لها، نرجع من مده نعمل لها دور ثاني. هذا الدور الثاني. بس كمان برجع بقول للمشاهدين انه لازم ينتبهوا انه هون ما يخربطوا، لازم تريحوها ساعه بالبراد او اكثر شوي كمان بيكون احسن. وكمان نعمل نفس العمليه. No way اعملها بالبيت. شال انا هول الكثير بدهم نطره وروح وتاع وافتح البراد وطلع على الساعه، ما عندي وقت. ما فينا اعملهم. بيجي لعندك على الفور سيزونز بدوقهم. اهلا وسهلا فيكي. ايه وهيدي العجينه كم وحده بتطلع؟ هي بتعطي تقريبا 8 حبات 10 حبات. كمان اذا واحد بده اكثر بده يعمل كميه اكبر. لا ما انت ما انت ما انت حسب الكبر اللي بدك اياه، يعني حسب المقطع اللي بتستعمليه. يعني انا عم بحكي بمقطع صغير وسط مقطع ايه نورمال اللي عم استعمله. هلا كمان واحد عم نشوف هون على الاكران. سكرت اول شيء وبرجع من هون. اثنين. هلا بنريحها ساعه. شو صار عنا؟ صار عنا اياها مرتاحة ساعة وهي الثانية مرة. ايه هلا نحن هون بنحط بإيدينا هيك دوت. إذا بنعرف إنه هيدي دوتور نعمل لها هيك. هي صار عنا إياها دوتور. بينت؟ اوكي. ايه بينت. اكتب عليها دو. اوكي لا هي هيدي التكنيك بنعملها نحن، بنحط إنه إصبعين. هلا هيدي الدو ارتاحت ساعة. ارتاحت ساعة. نرجع بنجيب يا بنجيب هيك مصيبة هيدي. يعني بدك نهار لتعملهم هولي عشية. صح. بنقضيها عم نرتاح مع العجينة بنرجع بنشتغل مع العجينة. بس في شغلة ساعة بنرجع بنشتغل. في شغلة هون لازم أقولها أنا للمشاهدين، لازم ينتبهوا. أنا ما هي هون هي العجينة هي هيك، مش نحن مسكرينها هيك. يعني إذا هيك عم فرجيهم إياها هيك. وقت الاجي بدي رق ما برق هيك، برق هيك بالعكس. اوكي يعني هي مسكرناها هيك. هلا اذا بدي رق ما بعملها هيك وبرق. اذا بتعملها هيك بتفتح لا ما بيطلع التراش تبعها مزبوط. يعني هلا انا لازم رقها بالطول مش مطرح وقت اللي سكرناها. هلا صعبتها كثير عليك. مش معقول. على الكل عم تصعبها، غير اللي بيعرفوا بحبوا هالقد يعملوا. بتعرفي انا نقيت انه نعمل اليوم نحن الكرونات كرمال نفرجي للمشاهدين انه اب تو ديت، لانه ايه لحتى نكون نحن اب تو ديت، لحتى العالم تعرف شو هي. في عالم كثير يمكن يدقوها يفضلوا يرجعوا يقولوا لا نحن بنفضل الكرواسون، انه اوكي بس انه هذا لانه برودوي جديد ولازم نحن اكيد نتعرف عليه. نحن هون بلبنان نكون نحن اب تو ديت. اكيد. اوكي بس تكون مرتاحه. هلا فينا نقليهم كم دقيقه بعد عنا تاتيانا؟ كمان شي 7 دقائق. ايه عظيم. اوكي هيدي هلا صارت 3 تور. عمل لها هيك وهيك صارت جاهزه. هلا تنرق هي ما بنطرها بعد لا ساعة. هلا هيدي بلا بتتريح كمان شي ساعة وبيرجع بصير عنا اياها هيك بس نرقها. ايه بس نرقها بتصير عنا اياها هيك. اوكي سو بس تصير هيك نفرجي المشاهدين. بنجيب المقطع نفس الشيء هلا كأنه عم نعمل نحن كروسون دوناتس. بنقطع بنكون مسقعينها بنرقها بنسقعها من رقة تقريبا على 3 ملم او 4 ملم ومن نعمل
بالنص؟ ثرو بالنص. نعملها هيك. سو نعملها هيك كلها. هيك. وهلا بعدين نفرجي التكنيك كيف بدنا نحشيها. اوكي. اوكي. إذا بديك. أنا رح شوف هون أنا عم حمي الزيت. الزيت لازم ما يكون كتير كتير حامي لحتى ما تضلها معجنة من جوا. سو الحرارة اللي أنا بلاقيها كتير منيحة هي بين ال 170 و 180. أوكي. أوقات إذا الزيت حامي كتير ما بيطلع منيح. إذا حامي كتير بتحرق من برا. والطعمة. صح. هلا انا جايب رفقه. ايه هدول هلا من بعد ما ينعملوا لازم يرتاحوا. لازم لا لازم يتخمروا. لازم يتخمروا حوالي تقريبا 3 ارباع الساعه على درجه حراره 29 درجه. الهوميديتي لازم تكون تقريبا 75%. اوكي لحتى ما تنشف. اوكي رح نشيلها نحن على جنب لحتى ما نضلنا اخذين المطرح. هلا نحن برجع بنذكر المشاهدين فرجينا كل الفازات كيف لازم تنعمل. فرجينا كيف بنعجنها، كيف بنريحها، كيف بنعمل اول تور، كيف بنعمل ثاني تور، وكيف بنعمل ثالث تور، وقدام نريح وقدام نريح بين كل تور وتور. لحتى هو التور شو بيساعد؟ بيساعد انه يعطيها الفويتاج مثل ما شفنا بالصوره عامل هذا الفويتاج. طيب يطلع عنا هذا الفويتاج نفرجيه على الكاميرا عندي. اوكي هلا هون شايفين الزياح. هدول الزياح، هدول هدول هن الفويتاج. رح نشوف حرارة الزيت. شفتي شو دقيقة؟ لا ما بتنعمل بالبيت بسهولة. بالبيت صعبة. ايه بس انه بس عم نفرجي التكنيك. نفرج اكيد يعني في ناس بروفيشنالز بحبوا يشوفوا هيك بس ما بتنعمل بالبيت. هي هيدي حلقة كمان كتير أنا من الشباب اللي بيشتغلوا شفية صح كتير كتير انبسطوا حكوا معي قالوا لي إنه حابين يشوفوا لأنه هيدي مثل ما قلت لك هيدي هيت هلا بالعالم كله. أوكي حرارة الزيت كنا عم نقول نحن لازم تكون 170 بين 170 180 يعني ما ممكن انضم لكم. أهلا وسهلا. سمعت هيك حديثكم خلال التحضيرات ما بصدق هالقد عن جد بتاخذ وقت تاخذ كثير وهالقد لكم جلاد اللي بتشتغلوا فيها حتى تنصحوا كيلو على كل قطعه. اوكي هلا هون نحن وقت بنقليها بترجع بتعلى بتكبر بتصير فيتاج دبل ايه بتبين كلها فيتاج. بنعمل لها نحن انجكسيون كريم. فينا نحن نعمل فينا نحن نعمل الكريم الطعم اللي بدنا اياها. انا عم بعمل هلا الطعمات اللي نحن بنستعملها بالفور سيزونز يلي هي فاني وشوكولا. وبنحط على الوجه بنحط لها جلاساج. هذا الجلاساج بس لحتى يعطيها انه لون وهيك موديل يعني. هلا عاده الدونات او الكرواسون هي للترويقه بينما هيدي على مدى نهار. لا هيدي كمان هي للترويقه بس نحن عم نعملها بين التنتين والاربعه لانه بكيري. ايه بكيري كثير انه نحن بدنا اكثر عدد ممكن من العالم يجوا يدوقوها. هلا اللي بيميزها لانه عم نجمع اثنين او لانه فيها الحشوه كمان اللي بتختلف عن لا لانه عم نجمع اثنين وهي تكنيك وهيدي انه شيء جديد. هذه الحشوه بحطوها بالدونات؟ في منهم بحطوا لها الكريم هي الكريم باتيسير يعني. ولكن اختراع امريكي. هي اختراع امريكي هيدي هلا اللي الكرونات. باحلامه ما كان بيتصور هالشيف انه يوصل لهي. يعني هو فرنساوي. هو فرنساوي. ايه صح. بس اخترعها كان عنده مطعم بامريكا بعده. بيكري. كم مره بنقدر نستعمل بيكري. الزيت نرجع؟ نحن بنستعمله مره وحده وهذا الزيت كنا عم نحكي كثير غالي. هذا كثير غالي. زيت شو؟ ويد دو بيبان دو ريزان زيت بزر العنب. عنب. وليش مش الزيت العادي؟ الزيت العادي زيت العادي بيعطي ريحه وبيعطي طعمه. هيدا ما له طعمه مشان هيك السر تبعها انه تما تعطي طعمه لازم تستعملي هذا الزيت بس. وهو زيته اللي بيقولوا فيه دونات ما بفتكر. دونات ما بفتكر لا.
اوكي بما انه بياخذ هالقد وقت وهيك زيت وكذا غالي حقه في غالي حقه اذا بدنا نشتريها ما بعرف سعرها بامريكا قد ايه بامريكا حقها 5 دولار الوحده وما لك حق تشتري اكثر من اثنين يعني مشان تتركي مجال لانه هو بيعمل 500 حبه بالنهار وما حدا غيره اليوم بيعمل هو صاحب الفكره بس لا هو اكيد صاحب الفكره أكثر. صاحب الفكره الكل عم بيعملوها هلا صاروا بس هو منع انه حدا يسميها كرومه والسعر واحد لا لا بس 5 دولار غالي $5 غالي لانه هلا هي يعني عم نحكي دونت حق 99 سنت دولار ماكسيمم ايه بس هو انه عم يستفيد هلا لانه برودوي جديد في ناس انه عم تيجي عم تقصده كمان ايه هلا نحن عندنا بالفورسيز عم بيجوا كمان صار يلي عم بيدقوها كل شيء جديد عم بيجوا مرغوب اكيد بتعرف لما كنت هلا بالصيف سمعت عن البرونات وكمان سمعت عن البرجرز اللي عم بيعملوهم من النودلز مزبوط سمعت فيها العجينه فرايز نودلز وبقلبها اللحمه وكمان سعرها عم نعملها على الروف وعم بيصطفوا لبرا كمان تيحصلوا عليها اوكي شفتي كيف بتبلش تفتح بلشت تعطي لون وبلشت تفتح انا ما حطيت كثير بس حتى انه حتى بقات هي من الطعجه اللي كنتوا تعملوها بالزبده سابت تعمليها ستاف في البيت عن جد نو واي لما شفتكم عم تحطوا زبده فكرت جبنه فكرت كريم ما صدقت انه هالقد وحتى بالكرواسون في هالقد زبده يمكن اكثر ايه لا بالكرواسون في كمان بس هون لانه عم ترجع تستعملي زيت مشان هيك انه بتطلع فيها بتلاقيها غريبه شوي صغيره هلا الشيء الاكيد انه بتشبع اي اكيد انه وجبه انه وجبه بتتاخذ دسير يعني بعد وجبه او بتقيله لا من بعد دسير لا هي هيدا عاده لا انه بعد وجبه بعد ما ناكل وجبه مبلا اذا عملنا شيرنج بفتكر مبلا بس هي افضل انه تتاخذ يا جوتي يا ما تتاخذ يعني تتاخذ بعد الظهر يا ما تتاخذ بكير بريكفاست كوقعه لوقتها هيك بلشت تفتح الوراق تبعولها وما بتتاكل سخنه لا سخنه لا لازم تكون مش اكيد مش مسقعه فتره تمبيراتور امبيانت و لانه اذا بتكون سخنه بس تحطي لها كريم بطل طيبه شو حلو بس هالافيشه عن جد الطبقات شايف الطبقات كيف فتحوا لازم ياخذوا لنا زوم هون اذا بنقرب لهم اياها بس لحتى يشوفوا المشاهدين واو بكونوا بردوا من هلا للتيستينج انا ام جلاد ما تروقت شيء رجعت لكم بعد شوي هون اذا بنلاحظ ستيفاني انه شفتي ما في ريحه زيت يعني نحن عم ما في شفتي هذه الشغله يعني لو شيء ثاني مش معقول كانت طلعت الريحه قويه لك بعد عم تطلع بعد عم تفتح بعد عم تكبر حتى القلي بدها تكنيك ايه هلا رح حط غيره لحتى نحن نلحق لنقدر نعمل لندوق الكل ما لازم تكون كثير اوفر مقليه لانه بتصير بعدين لونها منه حلو هدول صاروا كثير منيح هلا هون في تكنيك كمان وقت بدنا نصفيها بنصفيها على جريل تينقط الزيت منها مزبوط مش عم نحطها على اوكي رح حطهم هون بعدين بنحطها على سوبالان على ال على الهول النابكن بس بدنا نحطها على النابكن بدنا نجرب من كل الميلات نحطها لحتى نسحب قد ما فينا الزيت واو اوكي يعني هلا هون فينا نرجع نعملها هيك فينا نحطها سؤال نحن بنرجع بنشوف المشاهدين بتيستينج تابعونا هلا بعد شوي بتلاقيكم رولا باتيكيت اتوتالا هالموسيقى مع هالكروناتس اللي ما بيعرف اللي هلا انضم لنا هو مزيج بين الكرواسون والدونات وهلا هالديسير بدنا نبلش دغري ندوق لانه عندنا ما عندنا كثير وقت بس بدي افرجي المشاهدين كيف نعمل انجكسيون الكريم بنفوت الدول شوكولا بقلبة. ولا فاني هيدي شوكولا شوكولا انا اثنين انا كنت عم فكر الاثنين فجعاني بس ما له ناقصني بونجور عبد بالحلو ايه بونجور جوزيف مين عامل اجيب جوزيف عامل اجيب
بدك شوكولا ولا فاني؟ هول الثاني قلبها يعني؟ شو فانيلا؟ يس. اوكي انا هيدي رح اعطيها لرزق. اوكي لانه صور ثانك يو. يلي عم يسجل لك تحلى. اذا بتصور لهم بس تفرجيهم الفيتاج فيها. كيف تتاكل بالايد شارل؟ او فيك ايه فيك بالايد وفيك بالتقصيه، بس هو افضل تنقص ليبينوا اللايرز اللي فيها. فيها ستافينج بقلبها؟ فيها انت اللي اخذتها شوكولا. ايه واللي اخذتها ستيفاني هي فاني، ودول اللي اخذتها هي فاني. اوكي في يعني في دو شوا. ريحتها كثير حلوه. خلص. اتس اميزينغ. انا بنطر على ستاف لاعرف قد ايه طيب الاكله. كثير طيبه يعني هي احلى صوت هيدا بيسمعه الشيف يعني وقت اللي بيسمع انه اللي عم يدوق عم يعمل انه معك حق معك حق 100%. كثير طيبه. هو اهم شيء فيها للكرونات انه تكون خفيفه، ونحن جربنا قد ما فينا انه نحن الزبده اللي حاطينها زبده كثير قليله، يعني اذا بنحط اكثر فينا نحط اكثر بتعطي فيتاج اكثر، بس بصير عندك اياها بتصير كثير ثقيله. بدك تدوق الفاني؟ في دوق تشوكلت؟ ايه فيك بدوق الفانيلا. رجيم ناجح. شال. هو الطيب فيها كمان انه بس تكريها بتحسي فيها كروستيان تبع تبع الكرواسون. صح هلا فهمت ليش هالقد بهالسرعة. سي تري بون. الفاني بتعقل. طلقت. خلصنا كوكينج مشاهدينا، هلا جوزيف صغير وانا رح ننتقل لكوكتيل. ثانك يو شارل. ثانك يو. انا بس بدي اقول للمشاهدين بيقدروا يفوتوا لعندي على الفيسبوك بيج شارل داش عزار، بيقدروا يرجعوا يشوفوا الحلقه الابيزود برجع انا بعمل لها ابلود، وبيقدروا يرجعوا يشوفوا الريسيت كلها، اذا في عندهم شيء مش فاهمينه بيقدروا يرجعوا يسالوني عنه، وبعمل انا البوم بيرجعوا بيشوفوا الايتابيت كلها كيف اشتغلناها. اتوتالور باي. بس ما فينا يدوقوا. Ain't no sunshine when he's gone.